ايه، هنبدأ مع بعض النهاردة كورس الـ Automatic Control System. هنعرف يعني ايه Control System، يعني ايه كومبوننت، ايه هي الكومبوننتس بتاعة الـ Control System، ايه هي الـ Process Variable، Manipulated Variable، ايه هي الـ Controller، يعني ايه Set Point. هناخد فكرة برضو عن دوائر الـ Control. طيب هنبدأ كده كمثال بهيت اكشنجر، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان ده شيل انتي تيوب هيت اكشنجر. فيعني ايه كنترول سيستم؟ الكنترول سيستم هو عبارة عن يونتس. اليونتس دي بتكون متنظمة كده بحيث انها تعمل مينتين للبروسيس فاريابل بتاعتي عند القيمة اللي انا عاوزها. القيمة اللي انا عاوزها دي اللي احنا هنقول عليها اللي هي السيت بوينت. طيب يعني زي ما انتم شايفين ان انا عندي في بروسيس فلويد ماشي عند درجة حرارة معينة، عايز ان انا اسخنه بستيم ويطلع معايا بدرجة حرارة تانية. انا عاوز درجة الحرارة دي هي دي اللي احنا هنسميها desired operating value او set point. فانا بحاول ان انا الستيم ده يوصل لي درجة حرارة اللي هي T2 اللي هو اللي خارج معايا عند درجة حرارة اللي انا عاوزها. فالكنترول سيستم هو اللي بيحاول يعمل مينتين لشان درجة الحرارة دي. طيب ايه هي الكومبوننتس بتاعت الكنترول سيستم؟ عندنا سنسور، ترانسميتر، كنترولر، فاينل كنترول إليمنت. هنيجي نشوف هنا في المثال اللي عندنا. فانا بيبقى عندي في البداية خالص سنسور. السنسور ده الخواص بتاعته بتتغير بناء على الخواص بتاعت الفلويد. يعني مثلا احنا عندي هنا في حرارة، فانا السنسور ممكن يكون سير مقابل او RTD. فهو خواص السير مقابل ده او الار تي دي بتتغير بناء على التغير بتاع درجة الحرارة. يبدأ يبعت لي اشارة عن طريق كابلاري تيوب للترانسميتر. الترانسميتر بيحول الاشارة اللي جايله من السنسور ده لستاندر ريدينج، ستاندر سيجنال عندي اللي هي بتكون كهرباء. بعد كده يبعتها للكنترولر. الكنترولر ده بيشوف اللي هي جاي الإشارة اللي هي جاية له من الترانسميتر، القيمة اللي جاية له والديزايرد اللي احنا بنبقى عايطينها له اللي هي السيت بوينت. بعد كده بيبعت الايرور ده، بيشوف بيبقى للفاينل كنترول إليمنت. بس طبعا قبل كنترول إليمنت بيبقى يكون عندي هنا كونفرتر او اي تو بي بيحول الإشارة اللي هي الكرنت لبريشر ويبدأ يتحكم في الكنترول فالف بتاع الستيم. طيب هنعرف سريعا كده مع بعض شوية مفاهيم كده، يعني ايه process variable. في بعض الكتب بتقول عليها برضو measured variable، وهي دي ال variable او القيم اللي انا بكون عايز احافظ عليها. يعني مثلا زي temperature اللي عندي دي اللي هي outlet temperature بتاع الفلويد ده احنا بنقول عليها process variable. ممكن تكون temperature، pressure او level او flow او concentration. طب يعني ايه set point؟ دي هي دي القيمة اللي انا عاوز يكون البروسيس variable دي عليها. طيب يعني ايه manipulated variable؟ دي عبارة عن factor بتتغير علشان تحاول انها تحافظ على البروسيس variable دي at set point. فايه هنا عندي اللي ممكن ان انا يعني احركه عندي او ان انا العب في مثلا زي اللي هو الكنترول فالف بتاع الستيم ده اللي بيحاول ان هو يعمل لي ايه؟ هي دي الفاكتور اللي بتحاول انها ممكن اغيره علشان اقدر احافظ على البروسيس فاريابل عندي at set point. طيب ايه هو الكنترولر؟ الكنترولر ده هو اللي بياخد الاشارة من سيجنال من الترانسميتر، بيقارن ما بينها وما بين اللي هي بيقارن ما بين القيمة بتاعت البروسيس فاريابل اللي الترانسميتر اعطاها له وما بين السيت بوينت. الفرق طبعا ما بينهم بيبقى هو الايرور. يبدا ياخد هو الاكشن بناء وبعد كده يبعت للكنترول فالف او الفاينل كنترول اليمنت. الكنترولر ممكن يكون كونتينوس عندي، يعني شغال باستمرار مثلا على حسب اكوردنج تو البروسيس فاريبل، يا اما ممكن يكون من 0 و1. دي زي مثلا لو عندي بامب او حاجه ممكن البامب تكون نقول عليها final control element، انها لو level زاد تشتغل ولو level قل تقف، فبنقول عليها برضو دي final control element.